يقول: أم مشركة ماتت في جوفها طفل زاد عن 4 أشهر لأب مسلم، فأين تدفن الأم، في مقابر المسلمين أم الكفار؟ أولا إذا كانت الأم مشركة ينفسخ العقد أصلا بينه وبين زوجها، لا يجوز المسلم يتزوج مشركة. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فما يجوز للمسلم أن ينكح مشركة. أما إذا كان يقصد كتابية يعني يهودية أو نصرانية فماتت، فبعض أهل العلم قال تدفن مع المسلمين رعاية للطفل، لأن الطفل يتبع أفضل أبويه وهو المسلم منهما. فبعضهم قال تدفن في قبر المسلمين، وبعضهم قال تدفن في مقابر الكفار، والابنت أو الجنين تبع لها.